بنبتدي مع بعض بمقادير الكب كيك. عندنا 225 جرام دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة ملح، 115 جرام زبدة، 200 جرام سكر، واحد بيض، 75 جرام زبادي يوناني، 150 مللتر حليب، 2 معلقة صغيرة فانيليا، و75 جرام مربى فراولة. وتاني حاجة هيكون عندنا فروستنج الشوكولاتة. عندنا 250 جرام زبدة، 250 جرام سكر بودرة، 200 جرام شوكولاتة بيضة، و70 مللتر كريمة، و1 معلقة صغيرة فانيليا. وعندنا آخر حاجة للتزيين هيكون في فراولة وشوكولاتة بيضة. هنبتدي مع بعض بالكب كيك. أول حاجة هنعملها هنحط الزبدة والسكر، هنضربهم مع بعض لحد الملمس بتاعهم ما يبقى هش ويتمزجوا مع بعض. بعد كده هنضيف البيضة ونخلطهم معاها. هنحط كل المقادير الجافة مع الدقيق، البيكنج باودر، الملح والبيكنج سودا، الفانيليا ممكن نحطها مع البيض، ونبتدي نضرب السكر والزبدة. ودلوقتي أضيف البيضة وهندخلها فرن بدرجة حرارة 160 درجة مئوية، وهتقعد في الفرن حوالي 25 إلى 30 دقيقة. وزي ما قلنا هتدخل الفرن 160 درجة مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة. دلوقتي نبتدي نعمل الفروستنج مع بعض. هحط الزبدة شوية في الميكرويف الزبدة محتاجة ان هي تكون طرية شوية، مش عايزينها سايحة، عايزينها مجرد بس تبقى طرية عشان تختلط بسكر البودرة بسهولة وتدينا برضو كمية هواء كويسة فيها. اوكي كده كفاية، هحط الزبدة وهحط معاها السكر البودرة. وهنبتدي نضربهم مع بعض. اوكي هحط الزبدة، هنزل الزبدة من الحواف علشان هضيف الشوكولاتة دلوقتي، وهنشوف لو احتاجنا نزود شوية كريمة علشان نخفف الفروستنج ممكن، لكن ممكن ما نحتاجش فمش هحطه من الأول. اوكي وهنبتدي نضربها تاني مع الزبدة والسكر. الملمس بتاع الفروستنج حلو، مش محتاج ان هو يتخفف بالكريمة. هجيب دلوقتي البايبنج باج بس اقصها الاول وابتدي اخد الفروستنج. واحطه في البايبنج باج. ودلوقتي اجيب الكب كيكس الجاهزه واجيب كمان طبق التقديم
وابتدي احط الفروستنج فوق الكب كيكس. اوكي نكتفي بدول. ودلوقتي هاخد فراولة